تعالي بس، تعالي تعالي بس يا منى بقى، كفايه اللي شربته، انا مش شايفه قدامي يا بنت. الصنف لسه نازل السوق، انما ايه حكايه؟ خدي ده ب 200 جنيه خليه معاكي، وتعالي شدي بقى معايا من ده. صنف ايه بس ده؟ انا نفخي ورم. بصي كيس ليه 7 صنايع. يا سلام، ده بقى اللي يخلي ايه كلام الكتب يلزق لنافوخك وعينيكي تفنجري، ومهما شربتي ولا يبان عليكي ولا حد يشك فيكي، ده غير المزاج الروف. كل ده تقلق على اللي هيفصلنا ده. ده اسمه من طلب العلا صباح الفل. لا لا انا تمام، مش طالبه معايا العلا بتاعك ده. يا بنت انجزي قبل ما حد يطب علينا. شدي. هو ده بقى اللي ايه بالمناخير على النافوق دغري. قلتي اسمه ايه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. خوشامديد خوشامديد خوشام جامد. اتفضل مستر شايش، يعني ويرحب بكم افندينا. اهلا، قول له الف مرحب والف سهل. اقعد نضيف نضيف. یہ تنظیم جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے حشیش کے کام کے بازاروں میں ہے، جس نے مصر کے بازاروں میں اس کی اہمیت کو دوبارہ اجاگر کر دیا ہے. جميل. المنظمة التي هو بيمثلها متابعة نشاطك الملحوظ في نشر الحشيش وعدد مكانته في السوق المصرية، وبيشكروك على المجهود دي. لا شكر على واجب، نحن خدمين المزاج. وہ کہتے ہیں کہ اس پر یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں. فرض جامد. یہ آپ کو اس بات کی طرف ابھارتی ہے کہ وہ حشیش جو ہند کی طرف سے لائی جاتی ہے نایاب اور نادر ہے، جو مصر کے صحراؤں میں نہیں پائی جاتی. ومستعدین يمدوك بالمادة الأصلية الحشيش المستخرجة من أناث نبات القنب الهندي، ودي نبات نادر غير التي بيتزرع في الصحراء هنا. يا سلام. وقول له إن خلطة الكيمياء جاهزة، هاخدها منهم بالغالي واخلطها هنا وابيعها رخيص رخيص. قول له هي جو كيمياء جو آپ سے تیار شدہ لیتے ہیں ہم آپ سے مہنگے داموں میں لیتے ہیں اور یہاں پر اس کو سستے داموں میں بیچتے ہیں. وهنغرق السوق، هنغرق السوق ونسيطر عليه. وباي باي عمروتي وشركائه. قول له ان تمام سے جو ہے وہ ان کو اپنے قبضے میں لے کر ان پر حکومت کرتے ہیں. پھر بر حکم تری ہو بری اللہ. میں یقین رکھتا ہوں کہ آپ کر سکتے ہیں، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ یہ ہیں جو کیمیکل مٹیریل کو سپلائی کر سکتے ہیں. وبيقول لك هو متأكد أنك تقدر، ووعد منهم أنت هتكون المنبع الرئيسي للصنف والكيمياء. كلام جميل في الجون. ماري لي هاريم بانجر لي هير لي. يا سلام يا سلام يا سلام، يتوب علينا ربنا. أنا خلاص ما بقتش عايزة حاجة خالص. كده كويس قوي. الحكاية مش حكاية عيل ولا ورقة، الخيانة إحساس بشع والإهانة إحساس أبشع. أنا فعلا لازم أعمل كده وحالا. على فكرة يا عمروتي، رومانا ما نزلتش البيبي. كانت بتقول لنا بذاكر المظهر يابا بالليل كتير عشان اذاكر بتاعنا. اتقربت ناريا بتسهر وبتشرب، هو غير تبقى تم مخدرات مخدرات. بيقولوا شمت شمه طبت ساكت على الارض قطع النفس خالص. لما فتشوا الشنطه بتاعتها لقوا كيس بودره مكتوب عليه كلمه كانت تملي تقولها لنا، من طلب العلا. حطها على الجهاز
وحطوا على باب اوضه العسكري، ويا اللي ما يصل تاني. فضلك كانت بتحبك قوي يا خميس، ما تشقلبش على الا بعد جوازتك التانيه. كانت يا عيني متشعلقه قشايه، ولما اتقطمت القشايه وقعت على جدور رقبتها. أنا مش عارفة بقول لك الكلام ده ليه، مش عارفة. يمكن تكون أنت آخر نفس ليها عشان ترجع لحضني تاني. عليك العوض ومن الحب، عليك العوض ومنك العوض يا رب. الواد ده غبي، فاكر اني مش هعرف ولا ايه؟ عايز يكوش على السوق وياخد مكاني؟ ده اكيد اتجنن. سعادتك هو خرج من المقابلة وفاكر انه قفش الليلة، ده بعده. مش هو ده بدران اللي انت كنت بتدافع عنه؟ كله بأمر معاليك يا باشا، بس يمكن خميس ما يقصدش لسعادتك، فهمته. خميس ولا أصل ولا فصل يا بدران، ده حتى البيت رمانة ما نزلتش العيل. لا ده أمرها تنزله يا باشا. يبقى يا إما هي ضحكت عليه يا إما هو بيضحك علينا. طب وليه ما تكونش نزلته فعلا يا باشا؟ فوق يا بدران، فريدة راحت للبيت رمانة وقالت لها إن هي حامل وهتخلي العيل مش هتنزله. إيه ده سعادتك؟ فريدة هانم بنفسها راحت لرمانة؟ ده معقول؟ عشان كده البيت رمانة دي خلاص خالص. وهي ذنبها إيه يا باشا؟ اسكت خالص يا بدران، مش عايز أسمع صوتك. عملت جهز نفسك، عندك شغل. جاهز وعلى المفتاح وين الطيب؟ الساعة 7 بالظبط تكون عندي. لازم تبقى عارف اني مرضتش اروح لضوية غير علشان خاطر عيونك بس، وهو عشان تتهدى عنك شوية لحد لما نعرف نقيم ظهرنا في السوق، ولما نشوف هنعمل ايه مع النوح ده كمان وابنه، وحنلحق نهبش منه ايه ولا هناخد منه ايه. انا مش مطمن الراجل ده شو، لا هو ولا ابنه، حاسس انه بياكل من ورانا ورمينا انا وانت طعم. وحياتك لطفحهم كل اللي كلوا، بس أنا عايزك لما خميس يجيلك تاخده في عبك، ما تبعلوش، تشتري منه وبس، وتشتري منه على قد ما تقدر. أنا مش عارف أحط وش في وشه إزاي بعد اللي حصل. لا يا حبيبي، لأجل الورد بينسقي العليق، ومش وقته خالص يا أبو سنة الكلام ده. علشان ترجع كبير السوق لازم تاكل الزلط، لا ده انت لازم تهضمه كمان. وحياتك بعد ما نزيح خميس نزيح لك النوح وابنه، وتطلع انت وتقعد على العرش.